النهارده استوقفني كمان موضوع حابه اني اتكلم عنه. الموضوع هو باختصار بيتعلق بتمثال سيده الشاشه العربيه السيده العظيمه فاتن حمامه. التمثال بعد ما استقر في مكانه امام المسرح الكبير في دار الاوبرا اصبح دلوقتي يعني هناك حديث عن نقله من مكانه. طبعا ده لو تم بيعني تدمير التمثال اللي استغرق تثبيته بعد موافقه وزيره الثقافه الدكتوره ايناس عبد الدايم حوالي 20 يوم. الجدل دلوقتي حول مكان التمثال. الدكتور عصام درويش اللي نحت التمثال بيقول انه في اتجاه لتغيير موقعه ونقله الى مكان اخر دون ابداء اسباب جوهريه واضحه متعلقه باختيار المكان وعلاقته بالتمثال، وبيقول ان نقله هيعرضه لخطوره تؤدي الى اتلافه. في مقابل ده أسرة الفنانة الراحلة بتصر على إهداء التمثال لمكتبة الإسكندرية رغم معارضة وزيرة الثقافة وتأكيدها على أن التمثال سيوضع في بهو دار الأوبرا المصرية، ده بالإضافة إلى وجود بعض المطالبات من داخل دار الأوبرا بنقل التمثال من مكانه داخل الأوبرا إلى مكان آخر. ما هي حقيقة يعني كل هذا الأمر وكل هذا الجدل حول التمثال؟ ده اللي هنحاول أن احنا نعرفه. احنا معانا دلوقتي على التليفون الفنان عصام درويش منفذ تمثال الفنانه الراحله السيده فاتن حمامه. مساء الخير واهلا بيك يا استاذ عصام. اهلا بيك. الاول عايزين نعرف ايه اخر تطورات نقل تمثال الفنانه فاتن حمامه، يعني وصلتوا لفين؟ يعني هو الموضوع مفروض لطعم كان هو زي الحقيقه، يعني الدكتوره ايناس عبد الدايم رحبت جامد جدا باستقبالها للتمثال، وبرضه الدكتور مجدي صابر شخصيه هايله وبرضه كان مرحب جدا باستقبال التمثال. لكن هو المشكله ان احنا خايفين من موضوع النقل. حتى احنا لما اجتمعت اللجنه النهارده، اللجنه من قطاع الفنون التشكيليه، لقينا هناك الاداره الهندسيه والدكتور مجدي مختارين مكان بديل جميل جدا وما فيش اعتراض عليه، وما فيش اعتراض على فكره النقل اساسا، لكن الخوف ان التمثال متثبت كويس جدا في الارض وخايفين جدا ان اللي يصاب بضرر ويصاب بتلفيات. فهي دي بس نقطه لا ثانيه واحده، حضرتك بتقول انك مش معترض على النقل لكن متخوف انه يحصل تلف في التمثال لو اتنقل؟ طبعا. طيب ليه بتقول كده؟ يعني هل ما فيش اجراءات معينه ممكن يتم اتخاذها بحيث نحافظ عليه؟ وليه عايزين ننقله من الاساس كمان؟ هي دي بقى، احنا قعدنا نركب في القعده حوالي 20 يوم. يعني انا اصريت من البدايه ان الحاجات تتعمل مظبوط، يعني التمثال معمول من البراني والقعده اتعملت جرانيت مصمت مش جرانيت تجليد. جرانيت المصمت ده فيه اكسين حديد جايين من التمثال ملفوفين في التمثال ومنفذين في الجرانيت المصمت ده وداخلين في خرسانه متر في متر في متر تحت الارض. فعلشان افك ده كله موضوع صعب جدا ولازم يحصل خطوره في التمثال. فانا حقيقي يعني التمثال يعني عامل زي ابني، فقلقان انه يصاب باي خدش يعرضه لاي خطوره او اي تشويه. فده اللي قلقني في الموضوع. كويس. لكن فكره النقل مش ازمه. لكن الخطوره هي فكره النقل في الاساس سببها ايه يا استاذ عصام؟ يعني ما هو ده بقى برضه التعيب، يعني مش شايف مبرر واضح يخلينا ننقل من المكان ده لمكان تاني. وحاولت استفسر عن الفكره برضو ما عرفتش حقيقي. طب خلينا نستفسر معاك على الهواء يا استاذ عصام، خليك معانا. احنا معانا الاستاذ ايهاب اللبان مدير مجمع الفنون وعضو اللجنه المشكله من وزاره الثقافه لدراسه نقل تمثال سيده الشاشه العربيه السيده فاتن حمامه. مساء الخير يا استاذ ايهاب واهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. قول لنا ايه الاسباب اللي عشانها بيتم دراسه نقل التمثال، يعني ليه عايزين ننقله وموقف دار الاوبرا ايه من ده؟ من كلام الدكتور عصام، والدكتور عصام فنان وصديق في المقام الاول. عمليه وضع التمثال في دار الاوبرا المصريه هي لاقت ترحيب كبير جدا من وزاره الثقافه، من وزير الثقافه ومن دار الاوبرا المصريه، وبالفعل تم استقبال التمثال. ربما يكون في اجراءات تجهيزيه معينه تخص دار الاوبرا في اختيار المحيط اللي يتم وضع التمثال فيه، ودي اجراءات يعني لازم جميعا نتفق معها. اذا كان هناك اجراء تنظيمي من وزاره الثقافه لاختيار الموقع المناسب وفقا للمحيط المعين اللي الاوبرا عايزه تستعمل فيه التمثال الى جوار مجموعه من التماثيل الاخرى، فده امر نقدر نتفهمه ونقدر نتعامل معاه من غير تعنت. يعني هم ما شفش تعنت اطلاقا من دار الاوبرا المصريه. دار الاوبرا المصريه رحبت بالتمثال
وتم تثبيته فعلا خلاص في مكان معين، وتم تثبيته، وده يؤكد ان الاداره وزاره الثقافه مستنيه جدا لعمل التمثال وتحب انها تعرضه في دار الاوبرا لفنانه بحجم الفنانه فاتن حمامه. كويس، ليه عايزين ننقله بقى بعد يعني اذا كنا شايفين ان في مكان تاني افضل؟ طب من الاول ما عملناش ده ليه؟ ما هو ده اللي انا بقوله لحضرتك، ربما يكون هناك اجراء تنظيمي معين لشكل المحيط العام والفراغ العام جوه دار الاوبرا المصريه. ايوه، ليه ما راعيناش الاجراء ده من الاول قبل ما نثبته؟ انا عضو لجنه، ما انا يعني يعني في الم... في ال... في, ال... في القرار الاولاني، ما انا بقول يعني احيانا كتير جدا بيتم مراجعه ده اللي بلغنا بيه واحنا رايحين، بلغنا بيه من الاوبرا ان احنا اجراء تنظيمي لاختيار المحيط اللي اتحط فيه تمثال فاتن حمامه الى جوار مجموعه اخرى من التماثيل. طيب انا اكد تاني للمره الثانيه، ده يؤكد ان ما فيش اي تعنت، بل بالعكس في ترحيب شديد من وزاره الثقافه ومن دار الاوبرا. اللي ذكره الدكتور عصام هو جزء يجب ان يحط يعني ان يوضع في الحساب. كويس، هو دكتور عصام خايف من بالظبط، انتوا كلجنه رصدتوا ايه على الارض وعلى الموقع وعلى فكره النقل ومدى تاثير ده على التمثال؟ نفس الموقف، ربما ان العمل تم تثبيته، ربما اثناء فك التمثال يحصل اي دامج، وده تمت دراسته واحنا موجودين مع الاداره الهندسيه في الاوبرا، وكلهم اكدوا ان احنا هنراعي كل الاجراءات السليمه في نقل العمل، وبالتالي عرضوا الاداره يعني قالوا لنا اختاروا يعني ورونا الاريا اللي هم حابين ان يكون فيها التمثال الى جوار مجموعه اخرى من التماثيل، وعشان كده بقول ربما يكون ده اجراء تنظيمي من دار الاوبرا بشكل معين، وده حقهم بالكامل يعني. فعرضوا علينا بعض المواقع، وبالفعل تم اختيار موقع تاني لوضع التمثال. موقع تاني يا استاذ ايهاب، موقع تاني في دار الاوبرا ولا مكتبه اسكندريه زي ما قرينا انه يعني اسره السيده الراحله يعني بيفضلوا نقل محيط اسكندريه؟ جوه محيط دار الاوبرا. ولفاتن حمامه في عقل المصريين وفي عقل وزاره الثقافه مقام كبير جدا، ودار الاوبرا المصريه ووزاره الثقافه بترحب ترحاب شديد جدا بوضع التمثال جوه محيط دار الاوبرا المصريه. هو تم يعني تم ايصال المشكله بشكل ورد لذهن البعض ان هو وزاره الثقافه عايزه تنقل التمثال خارج محيط دار الاوبرا اطلاقا، وزاره الثقافه تسعى لوضع العمل هو دار الاوبرا، بس تم اختيار محيط اخر احنا بصينا عليه مع هو معلش انا برجو بس حياتك صوت حياتك بيروح وبيجي، اتفضل يا فندم. زي ما بقول لحضرتك انه تم عرض محيط اخر يعني موقع اخر في دار الاوبرا المصريه جوه محيط دار الاوبرا المصريه لوضع تمثال الفنانه القديره فاتن حمامه، واحنا وقفنا النهارده كلجنه عشان نختار فعليا انهي موقع في وسط المحيط ده اللي يصلح ان يتحط فيه التمثال. لكن هو الاجراء اللي طبعا من حق الدكتور عصام ومن حقنا كلنا ان احنا نبقى عاملين حسابنا فيه، ان اثناء نقل التمثال يجب مراعاه انه يتنقل بشكل سليم جدا حتى لا يتعرض لاي دامج، وده الاداره الهندسيه في دار الاوبرا اكدت ان هي هتراعي كل الطرق السليمه في نقل العمل في وجود لجنه متخصصه لنقل العمل. لكن من حق طبعا الدكتور عصام انه يخاف على التمثال. طب خلينا بنؤكد كويس، خلينا نروح للدكتور عصام بعد اذنك يا استاذ ايهاب. يا دكتور عصام، رايك ايه في الكلام اللي احنا سمعناه؟ هل ممكن يكون في مثلا جهد مشترك تعاون ما بينكم حتى نرى كيف يمكن ان ينقل بدون اجراء اي تلف فيه او التسبب في تلف فيه؟ دكتور عصام، انا بصراحه قلقان على التمثال، يعني هي مش مبالغه، لكن انا من خلال خبرتي كنحات تعاملت مع البرونز كتير وتعاملت مع الجرانيت كتير، فالتمثال علشان يتنقل لما تقلي انه هيكسره في القعده الجرانيت، الجرانيت ماده قاسيه جدا، فاي خطه في الجرانيت من تحت هتسمع في التمثال. طب ايه الاجراء اللي هتتخذه؟ يعني هل حاولت انك تتحدث مع السيده وزيره الثقافه؟ يعني اذا كنت متاكد من هذا التخوف يعني هتعمل ايه؟ أنا كتبت الدكتورة إيناس مذكرة بده، ومن خلال المذكرة هي طرحت أسماء اللجنة المتخصصة عشان تتأكد من خطورة اللي هيحصل سواء إذا كان خطر أو لأ. والنهاردة لما رحنا شفنا كلنا حقيقي كان عندنا بس اللجنة الهندسية قالت هتتحمل المسؤولية، يعني قالت هتتقل على مسؤوليتها.
لكن انا بالنسبه لي انا عندي مخاوف من نقله. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا الفنان الدكتور عصام درويش والاستاذ ايهاب اللبان، وهنتابع ما الذي سيحدث. احنا الحقيقه كان يعني موضوع التمثال ده كنا اتكلمنا فيه اثناء ما كان يعني بيتم صناعه وتجهيز هذا التمثال هنا في المواجهه، والحقيقه تمثال يعني لما خرج للنور شيء رائع، شيء جميل. اتمنى ان شاء الله يكون في وصول لحل لا يؤذي التمثال ويحافظ عليه ان شاء الله. وبالتاكيد يعني اذا كان في اي جديد هنتابعه مع حضراتكم.